مساكم الله بالخير والعافيه. نلتقيكم اليوم بحلقه جديده وشغل جديد ومعلومات جديده وهوايه مواضيع راح نسولف فيها اليوم، اللي هي عن موضوع الكليه وامراض الكليه وشنو المواد اللي راح نقدر ناخذها او نستعملها او نشربها اللي راح تكون عندنا كلش مهمه وكلش مفيده خصوص الكليه. زين، هنا راح نشتغل على موضوع او نسولف على موضوع الكليه. الكليه هي تعتبر ثاني خط دفاع موجود في الجسم بعد شنو؟ بعد الكبد. سولفنا انه الكبد ديش المره بالحلقه الخاصه بالكبد ومواضيع الكبد انه هو خط الدفاع الاول. طبعا لما نقول خط الدفاع الاول نتذكر اخواننا واهلنا في وزاره الصحه لما كانوا في كورونا ودائما كانوا يساعدون الناس ويتعرضون الى كل شيء ويتحملون كل شيء في سبيل صحه الناس. اوكي، نرجع على موضوعنا ونسولف عن موضوع الكليه انه هي خط الدفاع الثاني او خط الصد الثاني اللي موجود بالجسم بعد الكبد. لو الكبد كان تعبان او كان بمشاكل سولفناها بسبب السكريات بسبب الدهون بسبب كل هالمواضيع الى اخره، راح تكون الكليه تتحمل اكثر بعد مشاكل اكثر بسبب انه تشيل حمل الكبد. نخلي بالنا انه الكليه يوميا تغسل دمنا 36 مره. 36 مره تغسل الدم. شوفوا يعني دائما حتى نشوف الصوره التشريحيه للكليه نلقى انه وريد وشريان داخل لها، فدائما يدخل الدم اللي يدخل وش يسوي؟ يبدي ينغسل بها ويطلع ل 36 مره باليوم. هوايه مواضيع هي تسبب مشاكل للكليه، واولها واكثرها يسبب مشاكل للكليه هي تناول السميات. السميات اللي هي شنو؟ المسكنات. المسكنات هي تسبب مشاكل كلش هوايه الكليه، ودائما ما تسبب لنا هوايه امراض وتسوي لنا ثقل على الكليه. زائد انه شيء واحد ما يسبب للكليه بس يروح للكبد اللي هو الباراستيمول او الباراسيتول اللي نعرفه باللغه العاميه مالتنا، هو يروح مشاكله على الكبد. وبالنهايه كل المسكنات لازم نبتعد عنها، ولازم لو ردنا ناخذ يعني هاي مو اكو ناس نوبات بدون استشاره الطبيب ياخذون المسكنات دائما دائما دائما، فسبب لي هوايه مشاكل للكليه. قلنا بعد الباراستيمول او الباراسيتول باللغه العاميه مالتنا هو يكون مشاكله على الكبد، وبالحالتين هو يكون مؤذي. قلة شرب الماء سبب لنا هواية مشاكل، وراح تكون عندنا ترسبات هواية بالكلية من المواد اللي موجودة من أملاح وغيرها وغيرها من المواضيع ومعادن وكالسيوم وغيرها. هالمواضيع كلها اللي تكون دائما قلة شرب الماء تأذي الكلية. دائما يوميا لازم نشرب من 3 إلى 4 لتر مي شتاء أو صيف. أوكي، بالصيف نشرب بس بالشتاء دائما يقل عندنا شرب المي، فنواظب على شرب المي. نقيس انه يوميا نشرب 3 إلى 4 لتر مي. هذا الموضوع اللي نحكي عليه. عندنا موضوع ثاني انه مضادات الاكسده لازم تكون دائما عندنا في جسمنا او في غذائنا، لان دائما قلنا انه كل شيف هو بحاجه انه يدرس الطب الوظيفي، الطب الوظيفي الخاص في وظيفته. اوكي، انه الخاص في عمله كشيف انه هو يعرف هاي الاكله شو تسوي، هذه المواد الخضروات شو تسوي، هاي الفاكهه شو تسوي، وين ابتعد اني، وين اكل، وين هاي كلها لازم الشيف يكون يعرفها، مو يطلع بصدريته ويسولف. هذا هو كل شيء عن موضوع الطب الوظيفي الخاص في وظيفه الشيف ما يعرفه، لانه هو معرض في يوم في اي يوم من الايام انه يروح المكان في مريض مرض معين، هو لازم يسوي له اكل، لازم يعرف انه هذا شنو الممنوع عنه وشنو اللي يكون زين عليه. هنا عندنا مضادات الأكسدة اللي موجودة بعصير التوت. يفضل أنه دائما كل يومين 3 أو 4 أيام نشرب مرة عصير التوت. عندنا زيت الزيتون، يا رب العالمين خالق ايش قد فوائد به، خصوصا سولفنا اللي هو البكر اللي يكون معصور على البارد على درجة حرارة 38، اللي هو يكون أفضل شيء نستخدمه دائما وراح يكون به مضادات الأكسدة. وينه؟ زنجبيل والكركم كلش مهمات وبهم مضادات اكسده، كلش هوايه وضروري جدا دائما نحاول نستخدم. اذا الكركم نستخدم الكركم الصحيح واحنا نطحنه، وكذلك الزنجبيل نستخدم الزنجبيل الفريش مو المجفف اللي يكون هوايه فاقد من المواد، هذا بحيويته ويكون طازج ودائما نشتغل عليه. ما راح نجي على شيء، احنا عندنا اليوم 3 أشياء كلش مهمه راح نجيهم بالتدريج نسولف عنهم. الليمون،
الليمون هو الساحر يسموه بالنسبة للكلية. نومي حامض. نومي حامض ضروري جدا جدا جدا. أكد كل العلماء والدراسات والرسائل والبحوث أثبتت أنه يجب أنه يوميا نجيب غلاس مي أو لتر مي نجيب ونعصر عليه نومي حامضات اثنين، مو من الصبح شوية نعصرنا، لا نومي حامضات اثنين أو ثلاثة أو أربعة على لتر مي بدون إضافة سكر بدون إضافة ملح بدون إضافة أي شيء، نعصرهم ونخليهم ونبدي نشرب بهاي المواضيع اللي موجودة عندنا كعصير ليمون. بعدها راح نجي على فيتامين سي اللي موجود وين؟ بالفلفل الأحمر اللي هو يفوق ما تحتوي البرتقالة مرتين ونص. الفلفل الأحمر والأصفر يبدي عندنا أحمر برتقالي أصفر أخضر كاحتواء على الفيتامين سي. فيتامين سي جدا مهم اللي هو راح يفيد الكلية، وراح نتدرج بالمواضيع. عندي هنا عندي الجريب فروت، عندي النومي حامض، عندي البرتقال، عندي هذا النومي حامض علاقة معكم علاقة بغالي، ونجي على النومي حلو. كل هالحمضيات تحتوي على الفيتامين سي. أنا محتاج الفيتامين سي يوميا يوميا محتاج أني بهالمواضيع اللي قلنا بيه على الكلى. كذلك فيتامين اي، فيتامين اي هم محتاجي احنا، بس انا ما اجيب لكم فيتامين زي وين موجود شيف، لازم نقول وين موجود. موجود بالذور والمكسرات والزيوت الطبيعيه والخضروات الورقيه. هاي الخضروات الورقيه اللي هي ريحان، كرفس، نعناع، جرجير، سبيناغ، كل المواد اللي تاخذوها. وسولفنا شنو فوائد الخضروات لاحتوائها على البوتاسيوم، كذلك انه يكون عندي البوتاسيوم، الصوديوم مو هو المسيطر فقط على الجسم وهو الامر الناهبي، هاي وين؟ بالضغط. لما اخذ بوتاسيوم اللي موجود عندي بالخضروات دائما راح ابدي اقلل من سيطره الصوديوم على الجسم، بالتالي راح يتوازن الجسم وراح يبدي الضغط ينزل عندنا. وسولفنا انه هوايه مواضيع تنطي كأدوية للضغط، لكن هي ما سوت شيء، مجرد انه بس وسعت الأوعية الدموية وبالتالي ما حلت لي المشكلة اللي هو الصوديوم اللي موجود هواية بالجسم. هنا بعد عندنا مصادر أخرى لمضادات الأكسدة، بس راح نحكي بشكل تفصيلي أكثر، اللي هو البيتا كاروتين. مادة البيتا كاروتين موجودة عندي وين؟ بالمانجا، وموجودة عندي بالجزر، وموجودة عندي بالسبيناغ. هل ثلاث مواد، هم رجعنا على الخضروات الورقية، عندي المانجا وعندي الجزر وعندي كذلك السبيناغ اللي موجود عندي هنا، هاي كلها المواد بيها هم مضادات أكسدة. بعدنا احنا هسه نحكي بس بمضادات الأكسدة، اوكي؟ حكينا على المي، شرب المي يوميا لازم نحتاج انه احنا من 3 إلى 4 لتر، وكذلك حكينا على مضادات الأكسدة اللي محتاجها الجسم. كذلك عندي الفلافونيد اللي هو موجود عندي بالشلغم والخس والكرفس والتفاح والعنب، واحد اثنين، والتفاح عندي بثلاث ألوان، الأخضر والأحمر والأصفر، وكل المواد اللي موجودة عندي هاي وين حكينا كلها. أوكي، هنا راح نجي على ما عانيته أنا ويعانوا كل الناس اللي عندهم من أمراض الكلى، لأن تجي مفاجأة. سبب إنه شون نجي على الحصوات، كل ما قل المي بالجسم كل ما ترسبت أكثر المواد اللي موجودة اللي هي تكون الحصوات. حصوات أكو تتكون من الكالسيوم والأوكسيليك، وأكو حصوات من المغنيسيوم والأوكسيليك، هواية حصوات، لكن من الكالسيوم والأوكسيليك هي تكون الأكثر، ودائما تكون يعني شو نقول مشرشرة، مو تكون ملساء، هي تكون الأكثر إيلاما لأي أحد مريض بالكلية، وهاي المشاكل اللي موجودة به. اكو شيء عفوا يعني لا حياء في العلم اللي هي حامضيه الادرار. حامضيه الادرار كل ما صعدت كل ما سبب لي مشاكل اكثر بتكوين الحصوات. انا شلون اعالج هذا الموضوع؟ اكيد بشرب المي، اكيد بالليمون اللي سولفنا عليه، كل هالمواضيع. الليمون يقولون هو حامضي، اوكي، لكن لما راح ينزل للامعاء راح يتكسر وراح تطلع من عند السترات اللي خاصه بالليمون، وراح تبدي تخلي لي الادرار يكون قاعدي. هاي المواضيع اللي دائما نحكي بيها. نجي على أبو المصايب وأبو المشاكل واللي هو يفلش الجسم، اللي هو السكر. صعود السكر
صعود الانسولين وياه، صعود الكوليسترول، هاي كلها ايش راح تسوي؟ هو ليش الجسم يفرز الكوليسترول؟ الجسم يفرز الكوليسترول بعد ما يصعد السكر بالاوعيه الدمويه ويسبب التهاب. الكبد شو يبدي يفرز؟ يبدي يفرز الكوليسترول في سبيل انه يعالج ما موجود من التهابات سببها السكر. صعود السكر والانسولين بالجسم هو سبب من اسباب الالتهابات، والحصوه هي عباره عن التهاب. فصعودهم بالجسم، الحلويات اللي ناكلها، نقعد ناكل لنا فد كيلو تمر، نص كيلو تمر، هم مؤذي. لعبالكم انه الفواكه وهالمواضيع، لا، نهائيا موجود بها سكريات، وسكريات جدا تؤذي. فهاي الالتهابات كلها هي بسبب السكر قلنا والانسولين، وبالتالي راح يكون دائما نشوف ابو السكر عنده مشكله ضغط مرافق له، وعنده مشكلة دائما يعاني من الكلية بسبب عدم الالتزام وكل هالمواضيع. الحصوات دائما اللي تكون اقل من 9 ملم فما دون، هاي ممكن انه نعالجها بالعلاجات، بالاعشاب، بالمي، بغيره، لكن لما تصعد فوقها مثل حالتي اللي كانت تحتاج تداخل جراحي، لان كان عندي اني 2 سنتيم بالضبط. حكينا على المي وحكينا على هالموضوع. حتى لما سولفنا بموضوع الكيتو، هواية اكو اعتقادات يعني الناس انه الكيتو يؤذي الكلية. لا، هو قال لك نسوي كيتو تاخذ ملح الهملايا اللي يحتوي على 88 مادة وعنصر مفيد للجسم او معادن، وكذلك ويا المي، فراح يحمينا من موضوع الجفاف وكل هالمواضيع. قلنا انه النوم حامض يزيد من قلوية الجسم، لأن راح شي يسوي ينزل الحامضية، بالتالي راح يقلل من احتمالية تكوين الحصوات اللي موجودة عندنا. راح نجي على الساحر الثاني اللي هو الحلبة. بذور الحلبة، على مود التعبير يكون صح والكلام يكون صح، بذور الحلبة هي الساحر فعلا للحصوات اللي نقدر نقول تقريبا الأقل من 9 و10 ملم اللي ممكن إنه مفتتها. لكن هو كوقاية وكعلاج الحلبة أكو 3 طرق ممكن تسووها به. أول طريقة ممكن إنه نسويها مثل الشاي اعتيادي، نفورها ونجي نشربها، وأكو من يضيفها على الأكل ويأكلها. يعني شون إحنا نضيف نوبات الفلفل الأسود أو شوية تنطحن وتتخلى وتنكل. أما الشيء الثالث اللي شفته هو افضل وانجح ما موجود به، انه هي تتخمر. يعني اجي اخليها، يعني نجيب هذا قلاص المي ونخلي الحلبه بيه ونترك الحلبه شي 5 إلى 6 ساعات، وممكن 10 ساعات، 8 ساعات. بعد هالساعات اللي خلينا بيه الحلبه هنا، راح نجي وراها نصفيها ونشرب المي ونواظب دائما، مو اخلي هوايه يعني ببطل او شيء وافضل اشرب منه، لا، اذب حلبه بالمي واخليها فتره، وراها اجي اشربها، واكون ورا ما اشرب احضر واحده ثانيه عم اشربها 2 أو 3 باليوم. راح تشتغل على تفتيت الحصوات، راح تشتغل على تنظيف الحالب وكل المواضيع الخاصه بالكلى، راح تشتغل على تنقيه كل المواضيع الخاصه بالكلى. جدا مهمه الحلبه وكلش مفيده، ودائما سولفنا على الموضوع اللي خاص بالشيف انه لازم يكون ملم به. حكينا على موضوع اخر هو سبب في تكوين الحصوات ومشاكل الكلى، تاخير الاضرار. انه اليوم اني اجي، يعني انه المفروض انه جسم ذكي، سبحان الله، رب العالمين خلق كل شيء به بالملي يشتغل، كل شيء موجود به يشتغل بدون خطا، اوكي، الا اذا كان سبحان رب العالمين، اذا كان اكو مرض او التهاب او شيء راح اكون الوظائف مو صح. لكن الجسم السليم 100% اعازاته صح وكل شغله صح، ماكو اي غلط به، اوكي. قلت لكم ممكن تشوهات خلقيه غيره، اوكي. لما يجي الوقت اللي عقلنا يعطينا إعاز، أو الكلى تطلب من العقل أنه ينطي إعاز للإنسان أنه صحان وقت أنه تدخل، عفواً الحمام، لا تأخروا.
بقاء الإضرار بجسمنا راح يسبب بقاء المكان اللي بأملاح اللي بالفضلات اللي الجسم يريد يطردها برا، يقولها بابا طلعي برا أنا ما أريدك، أنت سببتي لي تسببي لي مشاكل لو بقيتي. أنا أجيت قاعد أو قاعد دا أسولف أو قاعد دا ألعب بلاي ستيشن أو قاعد أي شيء، ظليت هذا بقاء الإضرار داخل الجسم راح يسبب لي مشاكل ويخلي الترسبات ترجع تكون، وخصوصا لو عندي حصوة وأني ما حاس بيها. الحصوات نوبات ما تحسون بيها مثل ما صار عندي بشكل مفاجئ بيوم، ثاني يوم عملية رأسا وكان حجمها 2 سنتيم. لما موجود الحصوة بدون تشبيه نقول أنه هاي الحصوة بإيدنا، هي تقريبا شكلها هيك، بس هذا الشيء كلش مفيد رب العالمين خالقه مو مؤذي. لما موجودة هيك والإضرار متجمع، ما موجود هنا من مواد من كالسيوم نقول او اوكسيليت او اي ماده اخرى، راح يبدي الاضرار اللي باقي بالجسم يبدي المواد اللي هنا تاخذ جماعتها، تعالوا يمي راح يتجمع نضطر، راح تكبر الحصوه وراح تكبر المشاكل عندي. بسبب شنو؟ اني صرت بطل العالم بالتحمل وما دخلت الحمام وخليت تاخر الاضرار عندي سبب لي هاي المشاكل اللي كلش لازم نعرفها. هاي المواضيع صدقوني لما أني عانيت منها فقررت أنه أبحث وأسوي كل ما موجود من بحوث وأستعين بناس جداً فاهمة، وكل ما موجود في هذه الحلقة هو مسنود بشهادات من أطباء كبار ومن جامعات عالمية ما بيها أي موضوع أنه ممكن يكون مو صحيح. سولفنا على المواضيع الكلى وسولفنا على موضوع الأسبرين وكل هذا المواضيع. هنا اكو عشبه اسمها الشانكا بيدرا، عشبه موجوده اسمها الشانكا بيدرا. شباب بعد اذنكم اذا ممكن الصوره مالتها الشانكا بيدرا علبه مثل علبه الدواء موجوده عندكم. هاي موجوده يعني ممكن تشتروها ممكن باي مكان موجود هسه. شوفوا هاي الشانكا بيدرا، هاي العشبه تسمى ايضا، احنا راح نطلق اليوم في التسميات او القاب اي ما نريد نشتغل بها على مود نعظمها لان صدق هي عظيمه وهوايه مواد ما مكتشفه لحد الان هي بها هوايه فوائد. هاي تعتبر المعجزه اللي تشتغل على الحصوات. هاي دائما بدا بها اول من بدا بالشانكا بيدرا هو طبيب هندي، بدا بطبيب هندي اوكي، بدأ على هذا الموضوع، سمع أنه من أمه أنه أجداده كانوا يستعملون هذا الشيء، قال أنه ممكن يكون إسنادهم خاطئ أو مو صح، فخليني أجيب النبتة هاي وأبدي أشتغل عليها أبحاث. أنا جابها وبدأ يشتغل عليها أبحاث لحد ما وصل منها الفد مواد هي قادرة على إذابة الحصوات الموجودة. هذه المادة ممكن جدا أنه تأخذوها من الصيدليات إن كانت موجودة، إذا ما كانت موجودة ممكن تحجزون عليها أنه بالأمازون أو أي موقع آخر وممكن تلقوها. عندنا موضوع تقليل اللحوم الحمراء، شيء كلش مهم أنه نقللها. سبب النقرس أو داء الملوك هو كله هم لو ترجعوا له سبب منه السكر. سبب كل شيء بالجسم مؤذي تقريبا نقول 80-75% هو السكر وصعد السكر والأنسولين وكل المواضيع اللي وياه. هسه رح نجي على شيء معجزة من رب العالمين دائما تظهر على الأشجار، وتحديدا 60% من ما يصدر من هذه المادة هو في السودان، ودائما تعرف بنوعيتها الجيدة إذا كان إنتاجها سوداني. هي المادة هاي تظهر في ظروف غير طبيعية، ممكن باردة كلش تظهر على الأشجار، ممكن حارة كلش، مواضيع شيء مو طبيعي تظهر على الأشجار، اللي هي هاي اللي هو الصمغ العربي. هذا هو الصمغ العربي اللي موجود عندي، شوفوها. هاي المادة اللي اسمها الصمغ العربي، هاي المادة تظهر على الأشجار تحديدا في السودان، وتعتبر السودان هي أفضل مصدر للصمغ العربي. صمغ العربي فد مادة من الله، هي لا يعني ما تنهضم بالجسم أو ما
شلون نقول ما تمتص، لكن إلها هواية شغل تسوي. هي الصديق الأول طبعاً راح ندرج بيه نحكي شوية عنه لأن موضوع مهم، وبعدين ندرج على موضوع الكلية وش راح تفيدنا للكلية. هي الصديق الأول القولون والإمساك. لما تنزل بالجسم تنزل قلنا هي إنه تعالج بالريموت كنترول، إنه تعالج من بعيد، هي لا تمتص ولا تدخل دم ولا كل شيء، لكن هي تتخمر داخل الأمعاء أو داخل المعدة وتكون غذاء للبكتيريا النافعة الموجودة بالجسم. هاي البكتيريا اللي موجودة بالجسم تتغذى عليها، أوكي؟ وجودها بالجسم يساعدنا على أنه ما نحس بالجوع هواية، وتخلينا إحساس بالشبع دائما، بس أكثر منها يسبب مشاكل ويسبب أنه النفس تلعب وهالمواضيع كلها. يقلل من التهابات الدم والمفاصل وكلها كلها كلها يشتغل عليها اللي هو الصمغ العربي، يشتغل على الكلية ويعالج هواية مواضيع. مع العلم هو ما يفوت للدم لكن يساعد الكلية بهواية مواضيع ودائما مفيدة. شلون ممكن تاخذوه؟ ممكن ينعلج، ممكن انه تخلوه بمي حار وبعدين تصفوه وتشربوه اعتيادي حال حال، ممكن تاخذوه مطحونه موجود ببغداد باي مكان تقولوا الصمغ عربي، ويفضل انه تاخذوه من مكانات ثقه لان هو معالج المستك او البستج يسموه او معالج مور، لا هذا صمغ عربي. وكل المؤسسات العالميه في امريكا او في كل دول العالم اجازت استعماله انه هو ماده ما مسممه وما تاذي، بالاضافه انه هو الياف الذوب بالمي، اول ما يجي مي يذوب وينتهي الموضوع مالته ويروح ويا الادرار. قلنا على هالموضوع انه ناس سووا لهم تجربه خلال شهر كامل، خلوهم باليوم مرتين يشربون الصمغ العربي، خلوه ويا مي حار ويذوب ويا المي ويشربوه، لقوا عندهم انه البكتيريا النافعه زادت من 5 إلى 10%. البكتيريا النافعه هي بالمليارات، نوبات بلايين تكون داخل الجسم. هاي البكتيريا اللي عندها تتغذى ولا تشتغل بشكل صحيح زادت من 5 إلى 10%، بالتالي انه زادت صحة الجسم. كل هذه المواضيع موجودة وين؟ هاي موجودة بالعلج، موجودة بالكورن فليكس، موجودة بالمواد المعلبة، لكن رب العالمين من خلق لنا هالمادة وصارت هالمادة، ليش انا دا اخبطها ويا مادة اخرى ولربما هالمادة تأذيني؟ يكون بها اي اضافات ثانيه اخذها خام اورجانيك، يعني اصليه انه ما متعرضه لاي شيء ثاني، وابدي اشتغل عليها كماده عضويه صح وغير مصنعه. معلومات اللي موجوده هي انه تقول كل يوم ملعقه كوب منه ويا كوب مي تشربوه يحسسكم بالشبع من 8 إلى 10 ساعات، ولهذا نوبات يقولون انه هو ينحف، لا هو ما ينحف لكن هو يحسسنا بالشبع، فبالتالي راح يكون هذا الموضوع جدا مهم انه ما ناكل هوايه. كل هذه المواضيع انه فد يوم بدأوا بتجارب بسنة 2012 جابوا هذا الصمغ خلال 16 اسبوع، قالوا انه كل يوم تاخذون منه 15 جرام فقط، 15 جرام يعني خاشوقه، فبدأوا على 16 اسبوع يشتغلون به، لقوا انه الدهون الموجوده بالجسم نقصت بمقدار 2.81%، فبدا يساعد الجسم على النحافه بس مو هو مواد اخرى مؤذيه. طبعا درجنا احنا على موضوع النحافه وغيره. اكو ماده اهلنا كلهم يعرفوها اللي هي تسمى القريص او القراص او الحريق او شعر العجوز، هواية اسماء عندها. نشوف القراص شباب بالنسبة للمادة اللي موجودة عندكم، خلي نشوف القراص. هذا هو القراص اللي موجود عندي، اكو صورة ثانية بعد اذنكم، شوفوا هذا من قريب، هذا هو القراص. هذه المعجزة اللي خالقها رب العالمين اللي راح نحكي عن فوائد بيها لا تعد ولا تحصى. القريص، اول شيء هاي الماده لما تشوفوها انتم سموها القريص او الحريق، لان ان الماده من تلزموها راسا راح تسبب فد مشاكل بالجلد، لكن هي دائما لما تكون مطحون يعني شلون نقول مجففه او شيء ما راح تكون مؤذيه كلش، وباقي الشغلات ممكن تباع، ممكن تاخذوها شلون الخباز، شلون السلق، وممكن تصير شوربه، وممكن تصير شاي، وممكن المجفف مالته يتفور ينشرب. هاي اول شيء خلصنا منه انه شرحنا استفاد منه.
البروتينات اللي موجودة بها تحتوي على 30% من البروتينات. معلومة جدا مهمة انه اللحوم هي الوحيدة اللي تحتوي على كل البروتينات الكاملة اللي نريد ناخذها. وبالنبات عندنا شغلتين بس، الكينوا اللي سولفنا عنها وسوينا مرة اثنين سلطات بها، وثانيا القريص اللي هي مادة تحتوي على كل البروتينات اللي نحتاجها. كل مواد الأكسدة موجودة بها مفيدة جدا انه هي لبناء العضلات، لان تحتوي على المواد اللي مفيدة انه نبدي بها يبني جسمنا عضلات. اذا كنت نباتي او شنتي نباتية وما تريدون تاكلون اللحوم، هذا راح يعوضكم عن كل ما تحتاجوه من بروتينات موجودة باللحوم. تحتوي كل وجبة تشربوها منه، او هنا خلي البرتقال عمد عدي فوزي ياخذها زين وعلي ثائر، كل ماده ناخذها او كل كوب نشربه منها او كوبين باليوم تحتوي على 5 أضعاف الفيتامين سي اللي موجود وين؟ في البرتقال. اوكي، اذا قلنا احنا الفلفل الاحمر او فلفل الرومي الاحمر يحتوي على برتقالتين ونص، فهنا ما موجود بالقريص او شعر العجوز او القراص او الحريق يساوي 5 مرات ما تحتوي البرتقاله من فيتامين سي. وجينا على فيتامين سي اللي حكينا بيه بالنومي حامض، جينا هسه به هنا وراح نشتغل على مواضيع الكليه. بها بوتاسيوم جدا عالي اللي يفيد الضغط، بها مغنيسيوم جدا عالي، بها فسفور عالي، وبها المنغنيز، وبها الحديد عالي جدا جدا. بعض الفوائد اللي نادرا ما نشوف احد يسلط الضوء على مواد طبيعيه هي جدا مفيده. لا والله تعال اخذ حبوب فيتامين سي، لا والله تعال اخذ هيك، لا دائما يعني هو دائما يقولوها مثل ما رب العالمين خلق الداء خلق للدواء، بس الناس اكو ناس هوايه لربما يعني نقول بين هلالين تنظر مصالحها لو خلصت الادويه وما حد ما استعمل ادويه. هاي الماده جربوها وبرقبتي، لان اللي كل اللي درست عنها واللي شفت عنها من اطباء عالميين قالوا انه هي الاولى بالعالم معالجه مواضيع خاصه بالكلى. اكو طفله تبلغ من العمر 14 سنه. هاي الطفله عندها فشل كلوي مزمن، الله يشافي المرضى ويستر على اولادكم واولادنا يا رب العالمين ويحميهم من كل شر. هاي الطفله كانت تعاني من فشل كلوي تام، انه هي مضطره انه تغسل كليتها 3 مرات او مرتين بالاسبوع. لما اجوي بداوا ينطوها نبته القريص وبدت تشتغل عليه دائما تنطيه اياه امها. 4 سنوات هي ما تغسل الكليه، مع العلم كان عندها عجز تام بالكليه. شوفوا وين هذا الماده اللي موجوده بها كلش مهمه وكلش مفيده، ودائما لازم نستفاد من كل المواد اللي موجوده بها. القدماء المصريين استخدموها بشنو؟ استخدموها شايفين بداية الربيع تبدي يصير عندنا حساسية قحة، هالمواضيع كلها هواية كنا حساسية من الجوع عندهم، استخدموها بهذا الموضوع انه لكثرة شربها تعالج هالشيء. الرومان بيش استخدموها؟ الرومان كانوا بلادهم باردة فدائما يشعلون النار وهالمواضيع، استخدموها كمصدر للطاقة، وكذلك استخدموها انه هي تنطي الدفو والاحتواء على فيتامين سي بشكل كلش كبير. الرجال عموما هم نقول اليوم الحلقة هواية بها لا حياء في العلم، الرجال عموما بعد سن 60 يعانون من أورام حميدة في البروستات، معالج لها هي وتشتغل عليها بشكل كله صحيح وكلش مفيدة للرجال، من ناحية انه الورم الحميد الموجود بالبروستات راح تشتغل عليه اللي هي هاي المادة، واللي شفناها بالتلفزيون قبل شوي وشفتوها على الشاشة شباب طلعوها شفتوا انه هالمادة كلش كلش مهمة. نوبات اكو هرمون اسمه الاستروجين. الاستروجين هو موجود، هو هرمون انثوي يعني هو عند النساء اغلبيته. هذا نوبات بعض الرجال نلقيهم عندهم هرمون الاستروجين يكون شويه عالي. من موجوده القريص او ناخذ القريص راح تبدي تكسر او تنهي هذا الهرمون لدى الرجال اللي هو رجال ما محتاج له، او تبدي تعالج ما يسبب هذا الهرمون الاستروجين لما يكون عند الرجال، لان هو هرمون الانوثه اللي معروف. يساعد على زيادة هرمون اللي هو التستوستيرون. التستوستيرون نوبات اللي يلعب حديد يضرب هذا الهرمون. ليش؟ اكو مادة او شيء بالجسم هذه السيطرة على التستوستيرون ما تخليه يشتغل بشكل صحيح.
وجود المواد اللي موجودة وين؟ اللي موجودة بالقراص أو القراص راح تنطي فد حرية لهذا الهرمون اللي الجسم محتاجه في بناء العضلات. فلو بديت كل شباب وقلت لكم جربوها، كل الشباب اللي يتمرنون يلعبون حديد خلي بدون يسووها مثل الشاي ويشربوها، ما عجبكم يشربوها مثل الشاي ما طقتوا طعمها، كبسولة جيبوا لكم الكبسول هذا الفارغ وعبوها بالكبسول وابدوا شربوا واحدة الصبح واحدة بالليل وشوفوا الفرق اللي راح يصير عندكم والمواضيع راح تتغير عندكم. من ضمن المواضيع اللي تقدمها هي هاي المادة هو توسيع الأوعية الدموية. إذن وين اشتغلنا؟ اشتغلنا على الضغط، صح مثل ما قلتوا انه هي بدت تشتغل على الضغط فوسعت الأوعية الدموية بالتالي نزل الضغط ونزل هالمواضيع كلها. يبدي ينطي قوة للرجال ويبدي ينطي اللي يتمرنون أو اللاعبين أو كل شيء يعطيهم ما يحسون بتعب، ويبدي ما يجمع الدهون الجسم سببها هي كلها. شوفوا معجزات رب العالمين سبحانه وتعالى خالها بيه. نجي عند السيدات اللي أغلبهم هسه دا يشوفونه. أول شيء هواية من السيدات كلكم أمهاتنا وأخواتنا يعانون من التهاب المثانة المزمن، هي علاج له، جربوها. شوفوا سوينا جينا على الكلية لأن هاي الحلقة خاصة بالكلية، كل المواضيع نتفرع بها لكن أساسها هي الكلية. يشتغل على علاج التهابات المثانة المزمنة أو التهابات المجاري البولية، يشتغل على هرمون الأيستروجين كذلك عند النساء اللي دائما ما يتكون بسبب أكو مواضيع يسووها النساء هنا. يشتغل على تنظيف المجاري البولية تامة كلها، يبدي من الكلية ينظف بيها ويذوب الحصوات ويشتغل على الحصوات ويرجع ينزل بالإدرار، هو مار على كل المواضيع اللي احنا محتاجيها. أبو السكر كل يوم كبسولة أو اثنين، كل يوم كبسولة أو اثنين، خلال شهر كامل راح تلاحظ انه اختلف السكر عندك من 30 الى 40% بالمواد اللي موجوده بالسكر، كلها راح تختلف عندك من 30 الى 40%. الضغط راح يشتغل عليه توسيع الاوعيه الدمويه وراح يقلل الضغط عندي. اكو فيديوهات على اليوتيوب شوفوها هي خاصه بموضوع فائده الزيت اللي يستخرج، طبعا هو أخضر، الزيت اللي يستخرج من المواد الحريق اللي قلنا عليها أو القراص أو القريص أو شعر العجوز، عم أربع أسماء تعرفوها، يستخرج منه جدا مفيد للحروق، لما يكون حرق يداوي الحروق بسرعة. ليش؟ قلنا يشتغل على الجلد وعلى الفيتامين سي وكل هالمواضيع، كذلك وين يشتغل؟ قلنا على الضغط وقلنا على البروستات عند الرجال، وقلنا هو ينطي القوة والقدرة لكل الرجال، كذلك يشتغل على العضلات. كل هالمواضيع الله خلاها بعشبة والناس أغلبيتها ما يعرفون شنو هي ولا إيش راح نستخدمها ولا شنو فائدتها. اللي عنده سيولة دم لا يأخذها أو لا يشتغل عليها، أو إذا أراد خلال أسبوع كامل ما يأخذ أكثر من 30 ملي جرام يبدي يستعمل منه، لأن هي شوية سبب مشاكل اللي عنده سيولة دم، وعلى موضوع الإنزيم الهيبارين وهالمواضيع كلها مفيدة جدا 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 للكلية وتكسر الحصوات. شوفوا كل ما حكينا بيه قلنا هذا يشتغل، هذا يساعد، هاي تكسر الحصوات الكلية، راح تشتغل عليه وتشتغل على كل الحصوات اللي موجودة بكل الكلية أو بالحالب أو بكل المواضيع. هذا كل ما عندي اليوم. شفتوا اللي حكينا عليه وشفتوا كل اللي سولفني بي شباب، ناخذ الحلبة وفوائدها بعد إذنكم، عندي صورتين نشوفها وبعدها أكيد نكمل ياكم ونختم ونسوي لكم حلقات جاية على هواية مواضيع. خلي ناخذ الحلبة وفوائدها. أوكي، بما ينطونا الشباب الحلبة ناخذها. اوكي، هاي شكل الحلبة شفتوها، وراح نشوف الفوائد اللي موجودة بالحلبة بالصورة الثانية. هنا الفوائد اللي عندي بالحلبة
على الجهاز الهضمي والمعدة، تقرحات الفم وكل شيء كل شيء كل شيء. شوفوا على الكلية، على الأنسجة، على ممخل يشي ما تشتغل عليه الحلبة، بكل حتى على الكوليسترول، حتى على فقدان الشهية، كل شيء تشتغل هي الحلبة. قبل ما نختم، الصمغ العربي جدا مفيد لتغيير رائحة الفم، لتنظيف الأسنان من الجير أو الجير، لكل المشاكل اللي عندنا بالفم، التهابات باللثة وغيرها وغيرها وغيرها، كلها هي مفيد إلى الصمغ العربي. ختاما، قبل الختام، دير بالكم على صحتكم، لأن حقيقة كل شيء ما يهم بالدنيا مثل الصحة. يعني شفت صورة قبل كم يوم، أكو واحد قاعد على كرسي بحديقة وده يفكر إلي الساعة ولد هيك شفات من يمه شخص بدون إيدينات يركض، حس إنه هو ما فقده. الصحة أكيد كنز، ويا رب كلكم بصحة وعافية، ودائما أشوفكم بصحة وسلامة. تقبلوا تحياتي، أنا الشيف عرفان وكل كادر برنامج مطبخهم على الشيف عرفان. في مال الله.